قائد النصر كريستيانو رونالدو هو نجم هذه المباراة. من حديثه بعد نهايتها تكتشف لماذا هو بهذا العطاء وهذا الأداء وحب لعب كرة القدم أيا كان عمره. خلو الشيخ صراحة خليني أشكر فريق الإعداد اللي إحنا وإحنا داخلين نشوفهم خلية نحل، شفنا وقت المباراة متى انتهى وشفنا هذه التقارير الرائعة اللي قدمونها، فشكرا لكل فريق العمل صراحة، الزملاء الأعزاء خلف الكواليس. أعتقد كل إنسان عنده هدف لابد أن يعني في عمله في حياته لابد أن يقدم نفسه بهذه الصورة اللي يتحدث عنها كريستيان، وأعتقد يعني أقرب لغة هي حديث الملعب، وما قدمه وما يقدمه وما سيقدمه كريس هو حديث العالم كله. يمكن مثل ما تفضل أبو تركي في بداية حديثنا عن كريس، هو لاعب يقدم نفسه وعطائه 100% داخل الملعب، لذلك هي كانت مباراة مختلفة. يعني خليني أعرج في هذا السياق أنه اليوم لما نتكلم إحنا عن النصر ما هو مجرد كلام، نتكلم في البداية لما تكلمنا عن كاستر مدرب عظيم. ليش تفوق النصر اليوم؟ لأنه عنده خط وسط مختلف تماما، يقدم نفسه بصورة مختلفة. اللي يبغى يشوف مثلا المنضم حديثا أوتافيو يشوف النصر بعد ما طلع أوتافيو كيف بدأ يفقد الكثير في مناطق المناورة في منتصف الملعب، لذلك كاسترو محظوظ جدا في هذا اللاعب اللي وجد فيه الأدوار والمهام اللي هو يحتاجها في هذا المكان. لما تجي تشاهد افتكاك الكرة، الزيادة العددية، الجودة اللي قاعد يصنعها في الهجمة، شفنا تأثيره في الافتكاك، شفنا تأثيره في الهدف اللي سجله تاليسكا الهدف الثاني أعتقد. هذه هي القيمة الفنية المختلفة اللي قدمها الفريق، لذلك بصمة لأجانب النصر مختلفة. تعال شوف في المقابل المحليين، الكل في فترة ماضية كان يتكلم عن نواف العقيدي، أعتقد في لقطتين في المباراة لا تحدث إلا من حارس كبير مثل اللي قدم نواف في الكرتين اللي تصدى لها. نتحدث في وقت من الأوقات على القيمة الفنية اللي قاعد يقدمها واحد من أمتع لاعبين الدوري السعودي كابتن سالم الدوسري. هنا لازم نتوقف ونتحدث عن ما يقدمه ونشيد فيما يقدمه سلطان الغنام. سلطان قاعد يقدم نفسه كلاعب سعودي بصورة مختلفة. ثق هذول اللاعبين وبعض اللاعبين الآخرين لو يشاهدهم أحد ما يعرف الدوري السعودي ربما يتوقعهم لاعبين أجانب مش موجودين في الدوري السعودي. في وجهة نظري هذا المتعة الكروية اللي نراها سنشاهد ونستمتع في القادم، نترقب أن نشاهد نصر كاسترو وإبداع الاتفاق مع جيرارد وكذلك ما يقدمه الاتحاد مع نونو بصورة مختلفة، وأكيد حنشوف الأهلي والهلال في جنبات أخرى، ولكن هذول الثلاثة صراحة قاعدين يقدمون نفسهم بصورة مختلفة أمام المختلفين. لاحظ عندك اليوم في ثلاثة أندية قاعدة تقدم نفسها ند قوي جدا صراحة، تحترم عمل إدارتها وما يقدمونه، التعاون، الفتح، الاتفاق، قاعدين يقدمون نفسهم بصورة مختلفة. لذلك دائما هذول الأندية لما تشوفهم في المباريات حتشوف المباريات فيها ندية وأطرافها حيكونون بصورة مختلفة.